إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا ربي هلا. الله السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر
ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقل جاء
كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء Thank you.
وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. آمين. سبحانك لا إله إلا أنت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.